شوي وبعضها مع بالك. هون دي هيك تغير هذا. هاي قايمة من شعل واحد اخش راه واه خاوك شوفوا فار حرب العالمية الثالثة ناضت. شوي وبعضها مع بالك بكس تشعل وحده. شلون دخلوا يا الدنيا نايضة خلاص. هاي الاجواء فيها شبنت لي هاد حيرة. عندك اسم في عبالك متولهتش. شوقي راح حسب اسمه ما بعضهم خير بعد خضت الحالة. ما تشوفوا أخوتي كيف نام سمعك شاهد بس البلاصات ما كيعملوش انا غير نضرب في هذا الشيء ديال البلاصات و هذوك طاك على الحاله شويه. يركب بول وين قاعد يضرب الطنابيع ضرب السرعه.
زعلت قبلها من الطحانة بلك با 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 هاي بعض الأجواء مثل بنتي هاي مزال مزال خير أبي يستغبك اللي يعني يا ستة راحت السلعة راحت السلعة يا ستة ادي اي بعض الاشواء باك اخوتي يا مشتوش الجهر خاك كفاك ايش بك بعض بعد اخويا ديتي كاسر خاوتنا اللي في الغربة اللي كانوا يتومونتيوا خاوتي في البلاد في المولد راي البعض منها كما يقولوا السلام عليكم بعد نعودكم جزء التركة هاي الأجواء هدية البارح وين يا راس يا بالله هاي الدنيا هاي شكرا هاي الدنيا هاي الأسواء هاي الحادة هاي من الولاد من هنا يلا 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 والله
هذا. خمسة وثمانية أنا شيك. لس ضمن. يا أخويا أجواء. عندك اصحاب سمحني غدوة نعملو الكون ديريكت من البلاد اخوتي.